السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أخواتي إخواني، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم في الحلقة بنقدم لكم وصفة للزيادة في الوزن والتسميد السريع، وصفة طبيعية 100% وفعالة. قبل ما نتكلم لكم على هذا الوصفة ديال اليوم، كنتمنى من الناس اللي كيزوروا قناتي وصفات أمينة لأول مرة، كنتمنى منهم يشاركوا في القناة بالضغط على الزر الأحمر، وما تنساوش تفعلوا الجرس باش توصلوا كل ما هو جديد. هذه الوصفة ديال اليوم للكبار والصغار، وفيها مكونات طبيعية وصحية بطبيعة الحال من غير الناس اللي عندهم حساسية ولا مرض المزمن ولا المرأة الحامل. هاد الناس هادو لابد ما يستشروا مع الطبيب ديالهم قبل ما يستعملوا أي وصفة طبيعية. الطفل ديما خاصنا نعطيه غير نصف الكمية اللي كياخذها الشخص البالغ. بالنسبة للمكونات كما كتشوفوا معايا أخواتي، غادي نحتاجوا كمية معينة من السمسم. غادي تحتاجي أختي هاد السمسم هذا، غادي تكوني نقيتيه مزيان من الشوائب، وخاصو يكون محمص. بالنسبة زعما واش نطحنوه ولا نخليوه هكذا على شكل حبوب، لكم الاختيار. اللي بغا يستعملوه هكذا على شكل حبوب ممكن، واللي بغا يستعملوه مطحون ممكن. غير اللي استعملتي هكذا على شكل حبوب كيعطي واحد المذاق زوين ومقرمش في هذه الوصفة هذه. بالنسبة للمكون الثاني اللي غادي نحتاجه في هذه الوصفة، غادي نحتاجه الشريحة، يعني التين المجفف. غادي تاخدي أختي كمية معينة من الشريحة، غادي تنظفيها وتوصليها باش تستعمليها في هذه الوصفة. في المكون الثالث غادي نحتاجو عسل النحل الطبيعي، يعني العسل الحر، باش غادي تخلطيه اختي مع السمسم يعني الزنجلان اللي متوفر عندها. عسل النحل الطبيعي ممكن تستعملوه وتخلطوه مع الزنجلان، واللي ما عندهاش عسل النحل الطبيعي ممكن اختي تخلطي الزنجلان هذا غير مع الشوكولاته الابيض. الشوكولاته الابيض اختي الا كان عندك سائل مزيان غادي تخلطيه مع هذا الزنجلان، الا كان عندك اختي على شكل قطع غادي تذوبيه في حمام مريم وتخلطيه مع هذا الزنجلان. علاش اخواتي اختارينا الشوكولاته الابيض؟ حيت الشوكولاته الابيض كتكون فيه بزاف ديال الدهنيات، الدهنيات هذه كتزيد لينا في الوزن ديالنا بسرعه، وكيكون هو فعال للزياده في الوزن. صافي اختي، غادي تاخدي الشوكولاته الابيض السائل ما كانش متوفر عندك، غادي تاخدي قطعه من الشوكولاته الابيض وغادي تذوبيه في حمام مريم، وغادي تخلطيه مع الزنجلان سواء كان مطحون ولا غير مطحون هكذا على شكل بودر. المهم اختي خاصك تكوني هذا الزنجلان حمصتيه من قبل. بالنسبه لطريقه تحضير هذه الوصفه هذه، غادي تاخدي اختي الشريحه، غادي توصليها بعدا، غادي تاخدي كل حبه من الشريحه بحال هكا، غادي تقسمي اختي الى جوج بحال هكايا، وغادي تاخدي هذا الزنجلان المحمص. غادي تكوني خلطتيه من قبل، حضرتيه من قبل، حمصتيه وخلطتيه يا اما مع الشوكولاته الابيض ولا مع عسل النحل الطبيعي. وغادي تاخدي اختي كل شريحه وتعمريها بمعلقه صغيره من هذاك الخليط ديال السمسم، ولا ديال السمسم مع عسل النحل الطبيعي ولا مع الشوكولاته الابيض حسب داكشي اللي اختاريتي. المهم اخواتي غير مثال غادي نعطيكم، غادي تاخدي معلقه صغيره هكا، غادي تكوني انت خلطتيها من قبل مع عسل النحل الطبيعي ولا مع الشوكولاتة. هكا غادي تسدي ليها. بالنسبه لطريقه الاستعمال، غادي تاخدي اختي ثلاثه الحبات من الشريحه من هذو اللي عمرتي بعد كل وجبه. المهم اختي الا عمرتيهم بالزنجلان هكذا مع عسل النحل الطبيعي مزيان، عمرتيهم بالشوكولاته الابيض مزيان، غادي تناولي اختي ثلاثه الحبات هذو بعد كل وجبه بشكل يومي. وهذا الوصفه هذه طبيعيه، هي راه زوينه بزاف وكتعطي نتيجه، وني ديما خاصنا نساعدو الوصفه الطبيعيه التغذيه تكون صحيه والحاله النفسيه تكون مستقره. المهم ثلاثه الحبات من بعد كل وجبه ثلاثه المرات في اليوم، يعني غادي نتناولو تسعه الحبات من هذه الشريحه هذه تكون محمره بالسمسم اللي خلطتيه من قبل، يا اما مع عسل النحل الطبيعي ولا بالشوكولاته الابيض. ومن بعد مرور جوج ديال الاسابيع بالحساب، غادي تلاحظي اختي النتيجه ديال هذه الوصفه هذه. كوني متاكده الا ما كان عندك حتى شي مشكل صحي غادي تبدا تبان لك النتائج ديال هذه الوصفه هذه. والاخوات المرضعات يمكن لهم حتى هما يجربوا هذه الوصفه هذه، مزيانه لهم بزاف طبيعه الحال من غير المراه الحامل. خاصة هاد الوصفات الطبيعية ديال الزيادة في الوزن ما تستعملهمش في فترة الحمل باش تكون الولادة عندها سهلة، هي ماشي صالحة للزيادة في الوزن ديالها أثناء فترة الحمل. بالنسبة لطريقة الاستعمال ديال الأطفال، غادي تعطي أختي هاد الطفل ديالك غير حبة واحدة من الشريحة تكون مملوءه بالسمسم بعد كل وجبة، يعني ثلاثة المرات في اليوم ثلاثة الحبات في اليوم. هاد الوصفة أختي رائعة بزاف وجربها بزاف ديال الأخوات، وقالوا بلي هاد الوصفة هادي عطاتهم نتائج. هاد الوصفة هادي راه مجربة 100%،
كنتمنى منكم اخواتي تجربوا هذه الوصفه هذه وتردوا لي نتائج هذه الوصفه هذه في قناه التعليقات. هذه الوصفه هذه مجربه 100%، ما عليكم غير تجربوها والطيف نعطيه غير نسبه الكميه. مثلا حنا الا كنا غادي ناخذوا ثلاث حبات من الشريحه من بعد كل وجبه غادي نعطيه غير حبه واحده من الشريحه تكون مملوءه بالسمسم، هذا الخليط ديال السمسم مع النحل الطبيعي ولا مع الشوكولا الابيض. كنتمنى اخواتي هذه الحلقه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، كنتمنى منكم تجربوا هذه الوصفه هذه. الى عجبتكم هذه الحلقه كنتمنى منكم تشتركوا في القناه ديالي وداموني بلايك. وبالنسبه للاخوات والاخوان اللي مازال ما شاركوش كنتمنى منهم يشاركوا، ما تنساوش تفعلوا الجرس باش توصلوا كل ما هو جديد. والى حلقه اخرى والى اللقاء.